نجم في النادي الاهلي، قول الو كده شوف هتعرفه ولا لا. الو، السلام يا حريف. مين؟ يا ايمن يا حبيب قلبي، عامل ايه؟ الهداف، مين؟ الهداف بتاعنا مروان. عامل ايه يا مارو؟ تمام، بس على كابتن اسامه طبعا، وبس عليك ايمن كده حبيبي. تحياتي ليك يا كابتن مروان، وتحياتي الكابتن ايمن اشرف طبعا. حبيبي ربنا يخليك يا كابتن حبيبي. قول لي بقى، وانت مع دايما مع ايمن اشرف وفي المعسكرات، ايمن اشرف لاعب ملتزم وبينام بدري ولا برضه في مقالب والكلام ده؟ لا مفيش مقالب، هو طبعا عندنا ماتشات طبعا مركزين طبعا في نوم بدري و مركزين في الماتش طبعا، وايمن ما مش قاعد معايا في الاوضه، فانا اكيد ايمن بينام بدري طبعا. الناس الملتزمه طبعا. كنا بنتكلم دلوقتي عن مباراه سان داونز، وكان في يعني اللعيبه متعاهده وكلها كانت تتمنى ان المباراه الثانيه او القرعه تقع مع سان داونز، وايمن بيقول لي دلوقتي وقفتوا في الدايره في مباراه الزمالك، النادي الاهلي كسبها بالانسحاب اللحظه دي يا كابتن. تعهدنا طبعا، ما حدش يرد على حد ولا حد يتكلم في اي حاجه ولا ينزل اي حاجه على السوشيال ميديا. كنا مركزين جدا طبعا في الماتش ده، وانا والشناوي قال قبل كده في الموقع الرسمي في قناه الاهلي طبعا، وانا قلتها. لسه قابل سان داونز والحمد لله قابلناه، واللعبه كلها كانت رجاله وقدم الدور يعني الحمد لله. قول لي بقى والكابتن ايمن اشرف معانا، ايه اكتر حاجه بتميز ايمن اشرف؟ ايمن دايما راجل يا شباب، انا بحب ايمن كده، وفي لعبه كمان يعني دايما الناس بتنتقد وبتتكلم، بس انا على طول انا بقعد انا وايمن نتكلم مع بعض يعني، ما نركزش، وانت شغال كويس وبتتعب وبتجتهد، ودايما ايمن من اللعيبه الرجاله يعني في الملعب دايما يعني. طيب كابتن مروان، عايز ارجع لمباراه سان داونز، ان دي مباراه مهمه وفارقه بالنسبه لهذا الجيل، ايه اللي اختلف الماتش بتاع سان داونز اللي هزم فيه النادي الاهلي وخرج من دوري ابطال افريقيا، والسنه دي وما شاء الله اداء رائع من كل لاعبي النادي الاهلي في الماتشين، مباراه العوده ومباراه الذهاب؟ والله يا كابتن صلاح، ماتش الخمسه ده ما احنا مش كان في حاجه غريبه في الملعب، حتى ما حدش، انت بتيجي تنادي على حد اصلا تحس ان هو تايه او كان في حاجه مش طبيعيه يعني، ده ما بتحصلش معانا خالص، فاحنا كلنا ما حدش كان بيصدق خالص، فقدرنا الحمد لله ان احنا نتكاتف كلنا كلعيبه الحمد لله ونرجع تاني، والحمد لله قدرنا يعني نكسب الفرقه اللي لعبناها، كنا محتاجين نلعبها تاني الحمد لله، وجات لنا واللعبه كلها كانت على يعني قلب الراجل الواحد يعني، ما حدش بيفكر في نفسه او حاجه شخصيه الحمد لله. ومركزين يعني، كان السنه دي اللي احنا ناخد بطوله افريقيا يعني ان شاء الله يعني. عندكم حلم السنه دي اللعيبه كلها ان شاء الله بعد عوده النشاط مره اخرى، او نشوف القرارات اللي هيصدرها الاتحاد الافريقي، متعهدين برضو ان يعني تفرحوا جمهور النادي الاهلي بهذه البطوله؟ طبعا يا كابتن، انا من اللعيبه وايمن واللعيبه كلها كله مركز يعني ناخد بطوله افريقيا السنه دي، طبعا غايبه بقالها كتير عن النادي الاهلي. الجمهور محتاجه ده طبعا طبعا، واحنا كلنا مركزين على كده السنه دي ان شاء الله، يرجع بس النشاط الاول كده، وكل لعيبه مركزه ان احنا ان شاء الله يعني بطوله افريقيا تبقى في النادي الاهلي في الجزيره ان شاء الله يعني باذن الله. ان شاء الله، وانتوا يعني قدها وقدود. الكابتن مروان محسن نجم النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. جميل مروان محسن. طبعا طبعا، من الشخصيات الهاديه اللي ما حدش بيسمع لها صوت في النادي.